هذا مدخل مهم تقوده العربية السعودية ومعها دول عربية وإسلامية لكسر معادلة الجمود التي يفرضها الموقف الأوروبي والأمريكي، وهو يقول دولة فلسطينية نعم، ولكن في إطار التفاوض، بمعنى آخر أن لإسرائيل حق الفيتو على إقامة الدولة الفلسطينية وتقرير المصير. الأوروبيون وأمريكا تقول إذا أراد الفلسطينيون قيام دولة فلسطينية نعم، لكن يجب أن يأتي هذا في إطار التفاوض. معادلة المملكة العربية السعودية تقول دولة فلسطينية نعم، ولكن الآن الاعتراف العملي والإقامة العملية والمباشرة لدولة فلسطين بصرف النظر عما تقول إسرائيل. وهذا الإجماع والاجتماع يجعل فلسطين على سلم الأولويات في المرتبة التي تليق بها. هنا نرى تجسيد ماذا يحدث عندما تقوم الدول العربية، والآن السعودية تقود هذا المجهود، بأن تجعل فلسطين في سلم أولويات دول العالم. فهذا أمر مهم جدا يجب أن يتكلل بنجاح، وسيحدث هذا إن شاء الله.